لله مراكش الحمراء من بلد، وحبذا أهلها السادات من سكن. إن حلها نازح الأوطان مغترب، أسلوه بالأنس عن حزن وعن وطن. بين السماع بها أو العيان لها، نشأ التحاسد بين العين والأذن. الحومة القديمة حومة الرجال ونسى الخيار، الحومة القديمة حومة الناس الشعبيين البرار. هذه حومة اشتهرت بعلمائها، هذه حومة تكلموا عليها الفقهاء لها، وهذه حومة دعصتها بالفنانين اللي برزوا فيها. الحومة القديمة ذكريات وعبر ومعاني مع أنس الملحوم. أعزائي المستمعين، طاب صباحكم وأهلا وسهلا بحضراتكم للجزء الثاني من برنامج الحومة القديمة اللي كيخصصها البرنامج لحرفتي طلبت وتدبرت. أهلا وسهلا بحضراتكم. حلقة الأسبوع اللي مضى كان استضف لكم البرنامج
الشاب محسن الزارعي والشيخ الحاج محمد ستيتيني للحديث عن طلبات وتدبغت على اعتبار انتمائهم بزوج لهاتين الحرفتين. سي محسن وسيدي محمد ستيتيني، مرحبا بكم في هذه الحلقة الثانية. احنا باقيين في ضيافة المجال اللي انتم تتفقوا فيه الأشياء الكثيرة اللي هو طلبت وتدبغت. مرحبا بكم في هذه الحلقة الثانية. مرحبا سي محسن، مرحبا سيدي محمد. بارك الله فيك. شكرا. الله يبارك فيك. كنا توقفنا أعزائي المستمعين عند أركل، وهي إحدى مراحل الاشتغال على الجلد، أو لا سيدي محمد الحاج ستيتيني؟ هذيك العملية داركو حيت تترك له دوك الجلود. نعم. تترخاو وتجي يخوي عليهم الماء تيحيد منهم داك الجير. داك الجير كامل كيتنقل. نعم. عاد تيديهم للبزق، أو من البزق ثاني تيهزهم من البزق ويديهم للنخالة كذلك. نعم. النخالة لاش بالضبط؟ النخالة حتى هي دباغ. نعم. النخالة تتصفي، تتحيد داك الوسخ ديال 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 البزاق وديال داكشي. نعم. تتصفي وتيولي الجلود تيصفاو هاك تيديرو. نعم. ايوا، حيت الان تتاكد سيدي محمد ستيتيني بانه الدراري ديال دروك ما بقاوش تيديروا اركول، هاد العمليه اش اللي عوضها الان؟ ها؟ اش اللي عوض هذا الاذاك الركوان اللي كان عند الناس الاولين؟ ايه. الان الدراري ديال الوقت دروك ما تيعرفوش دابا الناس اللي عندهم شويه كذا شويه ميسورين تيديروا الطونو تيشلل. اش يديروا الطونو؟ شنو هو الطونو؟ الطونو واحد الاله اللي هي اله غسيل. نعم. اله غسيل، وممكن انه دوز منها شحال مرحله من المراحل تاع بحال ماكينه الصابون كذلك. تماما هي ماكينه الصابون. يعني ان الماء تيكون مطلوق فيها وهي كتغسلو كتشلل وتدور الجلد. وهذيك العمليه تاع ترك البشير كل برجليه هي اللي تقوم بها في عوض. بالنسبه لك كشاب باسي محسن، هذه العمليه ديال التطوير ديال الاليات. نعم. هي مهمه ولا الماده نفسها الجلده مع يعني اليد البشريه والرجل البشريه ربما كتستفد اكثر من الماكينه؟ انا كنقول دائما بالنسبه لي انا يوم حسب التجربه تاعتي في الدباغه تاعت الجلود هذه مده 20 سنه، يعني انه كاين مراحل اللي يمكن تستعن بها بهذه الاله، وكاين مراحل اخرى اللي ما يمكنش. كاين مراحل في هذه المساله تاعت الوصيل، في هذه المراحل تاعت المساله تاعت مثلا الجير والشربه كتنقولوا، كاين مراحل اللي بتحيز زدتينا مصطلح ديال الشربه، تشرب الجير. نعم. باش تشرب تتقوى الجلده. كاين مراحل اخرى اللي ما يمكنش نستعملوا فيها هذه الاله نظرا للمجموعه تاعت المشاكل اللي تترتب على الجلده من بعد. هو انه مثلا ملي تنوصلوا مساله تاعت الدباغه القصريه ملي نحطوها باش تشرب لنا الدباغ. نعم. الا دخلنا هذا الدباغ في وسط الاله ودورناه تتخرق لنا مشاكل، مثلا تنوقعوا في واحد المشكله تاعت امران اللي تنقول امران اللي ان الجلده تيوليو فيها حبوب. نعم. تيطلعوا فيها واحد الحبوب وكتنفخ، تتولي فيها تجاعيد، تتولي فيها تتغلط، تتنفخ اكثر من القياس ديالها. لهذا انه مثلا مؤخرا ان كنا في المانيا ودخلنا لواحد مدباغه في المانيا، فراينا ما داكشي اللي كيقوموا به المغاربه سنين صبحوا الالمانيين تيقوموا به حاليا، اللي هو عرفتي الالمانيين هما الناس اللي دول من الدول القويه في الصناعه وفي الالات وداكشي، ولكن الاتقان في العمل وصلوا هذه المرحله تاع الدباغه وهزوا التومو وداروا الحفاري بحالنا. عجيب. الحفاري بحالنا تيهزوا، ولكن بمجموعه تاع المراحل داروها بالاله حتى توصلوا لمرحله تاع الدباغ وتيهزوها. علاش؟ لان الدباغ هو اولا طبيعي. نعم. هي قشرة تاعت ميموزة اللي تطحن وباش تدخل فوسط الجلدة، ماشي تدخل بحال مادة كيماوية، انه تدخل ثقيلة بزاف. نعم. تاخذ الوقت وملي كنفورسيو عليها نضغطو عليها على اساس ان باش تدخل الجلدة بواحد القوة تتخلق لنا مشاكل في الجلدة. نعم. وما هاد التجاعيد وما هاد الحبوب. لهذا انهم تاع الدباغ كيحطوها وكيخليو هذيك الجلدة انه كتمص في هذيك الماده ديال الميموزه بواحد الشكل تلقائي وبطيء، وتخرج لنا الدباغه تاعتها جميله وجميله بزاف. نعم. لهذا تنقول بانه الاله ما يمكنش نستغناو عليها، ولكن العمل التقليدي وكذلك لا يمكن ان نستغنى عليه. نعم. انا هذه حسب التجربه تاعتي اللي جربت انا في هذه الحرفه. نعم. سيدي محمد ستيتيني، الان تكلمنا على المعدات والاليات، الى ممكن ترجع بنا لواحد
50 60 سنه اللور كيف كانت هذه المعدات اللي كنتوا تستعملوا في هذه العمليه ديال الدباغه ديال الجلود، الاسماء ديال الوسائل والمعدات اللي كتستعملوا؟ نعم سيدي، هذوك حيت تنجيبوا الجلد تنجيبوه اول مره تندخلوه للماء. نعم كيتطلق. نعم حيت كيتطلق هذاك الجلد تنهزو نعم سيدي تنديوه تنجيبوه نديروه في واحد الخشبه كيقول لها العرضه. اش يدير تنشر ولا شنو؟ لا كيحيد ليه الشعر. نعم تنقلعوه ليه الشعر، ولكن تاتي في الزق ويتكعب يتكعب. ايه اكعب دابا هو تورك على الجلد حتى تطلق داك باش تورك على بيديك. بيديك. نعم بيديك. اكعب. ايه كان عندنا واحد الشريج يقول لي يفرض يفرض. هادو كلهم مصطلحات امازيغيين او المجال الصوتي ديالهم ديال الشلوح. ايه كاع هذا سميتو على العرضه. شنو هي العرضه؟ وتميدونتو وطبلات نعم إيه. اركوال واركوال ايوا واقلاع وسميتو كاع داكشي مجموع كل حاجه. نعم. راه هي عندها الاسم ديالها. نعم تتحيد الزغب الجلده. تتحيد الزغب الجلده تحيدوه بديك العرضه وقتيب. قتيب ديال الجبوج ولا ديال الزيتون ولا كذا بيه تبدا تتقلع يبقى الشعر بوحدو والجلده تتنقى. نعم تتنقى حتى تعاود ثاني تمشي للماء. الوقت فاش تمشي للماء تتقعد في داك الماء حتى تطلق ثاني وتحلوا ليها العيون ديالها وداك العروق اللي فيها يتفردك داك الشيء كله ما تيبقى والو. نعم عاد تجيوها للمجيار. كنا تنديروا المجيار ايه يعني المكان اللي بغيت تدار فيها الجير. المجيار المجيار الاول والمجيار الثاني والمجيار الثالث والمجيار الرابع. نعم قاعد المجير قاعد المرحلة وكل واحد تتقعد فيه 4 أيام 6 أيام 5 أيام. نعم 10 أيام إذا كان شي حاجة مع الصباو وسميتو تيخليوها 10 أيام. نعم 10 أيام تتقعد في أمصرم. أمصرم أمصرم بالباء. كان دابا كاين أمصرم هو الأول وتبعو أمكلت كلت وأمحرش. هذاك ام كلت كاينه واحد المصطلح تنقولوا الكلاطه. كلاطه نعم الكلاطه الكلاطه شارج. الكلاطه لا الكلاطه هي بقايا الجير وواحد ما تاكي قلت لك سلفور دو صوديوم ملي تتم العمليه تاع هاد الاكلات انه تتبقى هاد الماده تتبقى في وسط المجير. هاد المجير ملي تنخرجوا منه هذيك الاطربه اللي تتسمى الكلاطه. الكلاطه هو خليط تاع سلفور دو صوديوم مع الجير هذيك تتسمى كلاطه. وهذيك الكلاطه كانت في واحد فتره معينه كانت يحيد الدباغ من المجير ديالو وكانت يديها عند اللباط يستعن بها اللباط باش هذيك الماده. نعم. باش يحيد الصوف. باش يحيد الصوف. باش يحيد الصوف ديك الكلاطه وتيديرها مع الجير الكلاطه ايه وتي يدخلها في وسط الجلده وتتحك تتكلت وتيصبح الجلد يشبه مشبر وتيشبه غليظ. الوقت فاش يقلعها حتى تيجي الدباغ تسلبوا هذيك السلعه. نعم كمل كمل سيدي محمد. كنتي من البلاصه ديال التجير قلتي امكلط امكلط امسرب امسرب امكلط ومحرش والقطع. القطع ايه الجير بوحدو الجير بيض بير ايه حتى تدوز من هذه المرحله تدوز منها مسرب تقعد فيها 4 أيام ولا 5 أيام تجي لها محرش تقعد فيها 4 أيام ولا 5 أيام تجي لها مكلت لا محرش وتقعد فيه 5 أيام ولا 6 أيام تيهزو هذوك الجلود تيمشيو للقصاري ديال لا مرش تيتحيد لهم شي داك داك الزغب الرقيق اللي بقى وتيجيو للقطع تينزلوا فيه القطع الجديده كتير. نعم ينزلوا فيه الجلد وتيو يقطروا وينزلوا الغد ليه تيجيو الصناع تيبداو تيساويو تيحيدوا ديك الشحمه. تيحيدوا ديك الشحمه تحيد ديك الشحمه نعم سيدي ستي ساناس تي يديو للمركل. نعم تيركلوه
وتشلل مزيان دائما اربعه الناس في المركب دائما اربعه الناس ديك الساعه اربعه الناس خمسه الناس وبالهلاله نعم لا اله الا الله اي بالهلاله داك الشيء تيكون تقون في امان الله وتيتشلل وتعاد تيديو للبزق نعم تينزل في البزق تيقعد النهار الاول تيجي وتيمحكوه يمحكوه اي تيمحكوه هذاك تيعاودوا يجيو النهار الثاني تيعاودوا يقلبوا ويمحكوا حتى تيتقجل تيتمعك هي هكاك باليد ولا بشي اله بالرجلين 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 تينزل بالرجلين نعم وحتى تي سميتو حتى يجي تنقلبوا الجلد تنقلبوه من الشواكل ديال السلعه الشواكل اي الشواكل هما الجنب نعم تجي تتقلب تنقولوني انت عند الجزار اعطيني من الشكله ولا لا تعطينيش من الشكله من الشواكل تتورك على على الجلده تيهبط الصبع ديالك عارف الجلود تطيحوا عجيب الا خليتيهم تزادوا على داك الشيء داك الشيء تتقب هذاك السلعه داك انت تمشي لك وهادي كاين المره اللي يكون الانسان تيجي تيقعد حدا البزق حدا القصريه ديال البزق تيتشلت حوايجو وقعد وتيبدا تيقلب مره مره مرحله مهمه اي مرحله مهمه خصوصا كان الحل حل سخون بزاف يعني انه تيكون مساله خطيره سريعه باش ما يخليهاش بزاف تما في وسط البزق ولا ما كانش معلم ما يعرفوش نعم خصو يدير يجي ويعرف اش يدير سي محسن يعني
وكيف تلاحظ سادة المستمعين بأنه عمليات متعددة جدا ومراحل مختلفة جدا وغزيرة جدا من نشطة تمر هذه الجلدة، وكنلاحظوا بأنه مرات في بعض الأماكن اللي هي فيها واحد النوع من الخطورة، بحال أنه البلاصة ديال الجير يعني صعب جدا التعامل مع الجير، وخصوصا أنه المرحلة الأخرى يكون هذاك الجير يعني البيور. فكيف تتعاملوا وتتحافظوا كدباغة على السلامة ديال اليدين والرجلين، وخصوصا الآن والتي تستعمل مادة كيميائية اللي هي خطيرة جدا اللي هو سولفور دو صوديوم؟ سي أنس، نقول لك بكل صراحة أنه كانت مبادرة أنه تقريبا هذه شي 3 سنين ولا 4 سنين من الولاية، نعم، على أساس ولاية أنه مراكش. ولاية مراكش طبيعة الحال، اللي درت واحد المبادرة وقامت بشراء بعض الأحذية اللي تسمى وباط، أحد الأحذية والصباعات، باش يستعنوا الدباغة، باش يستعنوا الدباغة على العمل ديالهم. ولكن الآن أصبح على ما كنشوف وعلى ما كيشوفوا الإخوان كاملين اللي تقوموا بزيارات الباب الدباغ، ما أصبحش أنه العمل في وسط دار الدباغ كما كان من قبل، بحيث أن دابا جميع اللي كاين الاختلاف أن الحد الآن ما يمكنش يدخل لهذا الشيء اللي هضر عليه السي الحاج، يعني أنه ما يمكنش يدخل لا قصرية ولا نخالة ولا مركل الا ما لبس البوط. هذا البوط لانه تيطلع حتى الفخذ ديالو مزيان، تيحمي الجسد، تيحمي الجسد، خصوصا انه هاد الناس شافوا امثله كثيره من الناس اللي كبروا تبارك مساكن انهم تصابوا بالبرد، تصابوا بهشاشات العظام، تصابوا بامراض تاع الاكزيما، تصابوا كامل، وهذا الشيء كامل كان نابع من اشتغالهم من في وسط الجلد نعم مباشره. نعم، اقول بان هناك تقصير كبير من قبل الناس اللي تعتبروا هذه المادة أنها من المهن اللي التاريخية وتترمز للمواطن المراكشي وكتستعن بزاف وعندها علاقة مباشرة مع سوق الشغل المباشر وغير المباشر، يعني توظيف وهي مهنة اللي هي مديرة للدخل، يعني أنه كاين تقصير بحيث هاد الناس لوموا شوية الغرفة. اش نقول لك بلا ما نخاصمك معاهم؟ لا لا هي مساله ما دخلنا الغرفه احنا الا على قبل هذه المساله، ماشي بالضروره باش تكون لسان حال الدباغ بوحدو، ولكن جميع الحرف وجميع المهن، حيت بانه اي حرفه لو تتلقى مشاكل ديالها وتتلقى امور اللي هي مشبكه عندها. ولكني ما دمت انا امارس مهنه الدباغ فاقول بان اي فتره انتداب ديالي اي فتره الا وانه تيجي رئيس وباستراتيجيه تاعته وتيجي بطريقه العمل ديالو انها تكون مختلفه على الاخر، ربما غادي يفهم طبيعه تاع هذا العمل وربما غادي يفهموا شيء. ولكن اقول بانه هناك تقصير من جميع، ماشي من الغرفه ولكن من جميع الناس المسؤولين ديال مراكش. نعم. الحمد لله هذه 4 سنين ولا 5 سنين حاليا تتفرضوا انه يكون البوط ويكونوا الصباعات ولا ما تفرض على التحت تشوفي على حسب انك دير واحد اش نقول لك، تشرح للناس وتوريهم اشنو هو المخاطر واشنو هو الصحراء، هي كلشي الا مشات لك الصحراء ما بقات حتى حاجه، وانه كيف يتعامل مع طبيعه العمل ديالو وانه خصو يدير البوط وخصو يدير كذا. ولكن كاين اللي تيتقبل هذه المساله، كاين اللي ما تيتقبلهاش، كاين اللي عنده الفلوس كاع ما بيشريش، وكاين اللي عنده الفلوس وتيقول لك اودي هذا الشيء ضروري، وكاين اللي ما عندوش يمشي يتسلف ويشري، يعني انه طبيعه التوعيه ضروري. نعم. هي مساله تاع التوعيه انه تكون في دور الدباغ ضروري. كانت حملات قامت بها جمعيات اللي هي بالدور هذه المساله تاع الجمعيات لابد توما نذكروا عليه، على اساس انه الحمد لله في هذه المرحله من المراحل ديال اللي تعيشها الدباغ الان، انه كل دار الدباغ اصبحت عندها جمعيه اللي كتكلم عليها وكتنشط معها، وهاد الجمعيات كاملين متضامنين داخل الفيدراليه اللي انها كلا كان شي مشكل عويص ولا شي حاجه تتكون هي المسؤوله الوحيده والمباشره مع الولايه، السلطات المدنيه، السلطات المحليه، يعني انه كانت هي امور تحسنت على كيف كانت امور تحسنت، ولكن رغم ذلك لا دار هناك تقصير. نعم. ذكر انك تقصر بحيث انه مشاكل تاع 60 سنه ولا 70 سنه ما يمكنش تحل في 10 سنين او في 8 سنين، ولا يعني انه لابد من اجتهاد اكبر وجهاد اكبر. لا هذا يعني بطبيعه الحال حيت يكونوا يعني ناس من الشكيله ديال كاسي محسن اللي حامل معك يعني واحد الوعي
وكاين تفكير فيه واحد النوع من الرزانة، وكاين تفكير في الإشكالات والإكراهات. ما يمكن إلا الإنسان يستبشر خير ويقول راه كاين الإمكانية ديال أننا نوجد حلول. فيها واحد الإعمال ديال العقل، وفي نفس الوقت فيها الحوار مع جميع الشركاء اللي ممكن يكونوا يعني متدخلين في هذا المجال ديال دور التباغة. ترني سيدي محمد، سي محسن تكلم على انه من الفتره المرابطيه تم هندسه دور الدباغه على اساس انها تكون خارجه وتكون قريبه لوادي سيل، كما كان اللي فيه واحد المجموعه من الكميات ديال الماء اللي تستعمل في الغسيل وما شابه. لكن قلتوا لي بانه كاينه شي دور الدباغه جات في داخل ديال المدينه في رياض العروس. علاش بالضبط كانت هذيك تما داخل ماشي غير وحده اللي كانت؟ نعم، كانوا شي ثلاثه الدار تباغه تما في رياض العروس بوحدو. نعم، كانوا في الدوره. الا بغيتي تمشي للطريق دار الباشا هي نعم، كانوا في الدوره. نعم، وحده الدروبه وحده سميتو، وكانوا فيهم الناس ولاد البلاد نيت. نعم، العائلات. وباقيه كتشتغل الان؟ باقي غير الاطار. نعم، اطار ديال في ديك دار الدباغه. اما هذوك دار الدباغات كلهم ولاو ديور ولاو الكراجات ولاو كذا. بين قوسين سي انس، هيك اضافه للشيء اللي قالوا السي الحاج، وهو انه في واحد الفتره معينه من الزمان انه كانت الدباغه في مراكش هي بحال تهضر على واحد المقاوله اللي هي مديره للدخل كبير، وانه منتجه، بحيث ان تلقى دور الدباغ كثيره، ولدرجه هذه من الامثله اللي هي شبويه تضحك شويه، بحاله بانه كان الدباغ الا خطب ماشي عائله الا تيكونوا مسرورين دوك العائله وتيكونوا فرحانين، وبيناتهم العائله تيقول لها سعداء تجوج بها دباغ. نعم، وهذا ان دل على شيء، انما يدل على ان المكان اللي كانت عند الدباغ فانذاك، بحيث انه كان راس ماله كبير، وكان بانه شخص تاعت الوليمه وشخص تاعت تنزو والمقضيه مزيانه والعائله يطلع فيها وكذا. ان كان دل على هذا الشيء دل على هذه المساله. لهذا ملي تنكون نهضروا على الدباغ حاليا، انه بكاء على الاطلال. هذا البكاء على الاطلال ما جاش من الصفر، ما جاش من لا شيء، انما جاء على واحد المرحله اللي عاش فيها في الرخاء وفي الزهاء وفي الفلوس اللي كانوا عنده الزهاء، والمرحلة اللي كيعيشها الآن. إن وقتها نتكلموا على الدباغة اللي عارفة واحد الأوج، اللي بينا نحطوها في تسلسل التاريخي. إن فترة فين ممكن نقولوا راه الدباغة عرفت واحد الأوج على مستوى الترويج، على مستوى المبيعات، وعلى مستوى على ما يحكى أنه في الحماية الفرنسية. نعم، من اللي دخلت فرنسا، أنه من المسائل اللي طار لها الاهتمام ديالها هو الحركة والديناميكية تاع الدباغة والتصدير اللي كانت يقوموا به، خصوصا المالي والسنغال وموريتانيا. نعم، بحيث أنه كما يقال أنه دوك الوسطاء كانت ياخذوا الاحزمه والحذيه وكذا وتيمشيو تماك، وكاين كيشريو بها شي حاجه من اوروبا، من افريقيا، وكاين السمراء. ملي دخلت الحمايه الفرنسيه، انه ربما هذه المساله عقدتها، ملي عقدتها انا باش تحكم في الامور وتحكم في الصادرات ديال هذه المساله، جمعت لهم ودارت لهم في تعاونيات. نعم، فرضات عليهم باش يكونوا تعاونيات. انا من المساله ما غاديش يمكن نقول لك بالضبط شنو المساله، ولكني على داك الشيء اللي كنتذكر انا في جدي الله يرحمه، انه كي كانت عايشه العائله وكانت المساله، وهذا ما نقول على عمي، يمكن نقول على مجموعه، على جدي يمكن نقول على مجموعه تاع الناس، لانه كان صحاب جدي. نعم، انه كي كانت يعيشوا الظروف فاش كانت يعيشوا وبخير وعلى خير، كان كل هذه المساله. يعني انا كنت نتكلم لك، انا غنتكلم على واحد 30 سنه هذه تقريبا، واحد. نعم، 30 سنه للوراء كانت الامور ميسرة، ما كانش مشاكل من هذا النوع. نعم، ما كانش مشاكل من هذا النوع، ولكني في ظرف واحد 10 سنين هذه ولا 15 سنه ان بدات تتراكم مشاكل. نعم، تتراكم مشاكل. سيد الحاج سيد محمد الزيتيني، المشاكل اللي كتعرفها تدبغت حاليا، انت كبرتي ولد 12 عام دخلتي لهذا المجال، وقلتي لي باقي الحدود الان، يعني ما يعني وليتي يعني تتهيئ مثلا شباب اللي تيقوموا بالعمل بالنيابه عليك. المشاكل اللي تتعرفها تدبغت في نظرك انت، شنو هي الحويجات اللي ماثره على المجال ديال تدبغت؟ المجال ديال دار الدباغ، دابا دار الدباغ تشرعوا ليها البيبان، ما بقات كل اللي جات يدخل، ما كاين امين، ما بقاش الامين. نعم،
هو حتى الثمانينات والامين فرض السلطه ديالو الدور تاع السلطه ديالو الدور للاسف انه الدور تاع الامناء ان في جميع الحرف انه ولا مهمش ولا انه غير صوري وصافي يعني انه الامين في اي حرفه حرفه ماشي في يعني ما بقاش باقي سلطات المدينه الحدود الان تتنصب امناء على الحرف اول الامين هو منصب ولكن لا دور له لا دور له بحيث انه الامين اللي كنا تنشوفوا احنا في واحد الفتره معينه كان الدور عنده ممكن نقول لك انه سلطه انه هو السلطه بحيث انه الامين لا جاد دخل في شي مشكله الا تيخافوا الناس نعم تيخافوا الناس ويابوا ويحترمونه وتيحل المشكله وكانت في شي حد الا شاف هو بانه هذا ما بيحل معاش المشكله انه تلجأ للسلطات اللي انه الا شهد الامين ضده عنده وزن وعنده الثقل نعم ديالو الان للاسف انه ما بقاش هذا الدور ولاو جمعيات ولاو فيدراليات ولاو انه الناس بيناتهم وصلى النبي الناس بيناتهم تيحترموا بعضياتهم ولا ما احترموش بعضياتهم راه كاين فين يتجهوا باش يحلوا المشاكل ديالهم اسيدي نخواف ناسها والنشاط بلا وقات اجي لعندنا تشوف المحفل في الربيع في الليل عقل بالقصايد ملحون شمال ناس الفضل وصحاب الدقاق مقورين فدورا لعيط مايتهم دكورا معاك ريف الميزان هاك المشايشة والطناجين وهاك تار تاريخ ميزة مشهورة عروس نخل مسرورة تحت مرات تاجر كل صيام يرجع ليها بالعشوار من صلاح زمان فات نذكر منهم سبعة رجال من ظهرهم بخشوع عينال السلامة من كل هوال دون تعطل جسمه يبرى من كل ضرورة قرأ الفاتحة والصورة باسط كفوفه يتوسل يا العالي غتال عباد بالمطار وحيي أرضك يا بتا مهجورة تعود ناعمة منظورة وين زايه تكتر في الربيع ناخضر زهوال الدات والبصر نجينا يا إله في شدة وخطورة حتى ذنوبنا مغفورة بجاه سيدي مول المعراج من سرا محمد شايف الصرار صلاة عليه دايما مجهورة في أرض والسماء معمورة كذلك الآل والصحابة الماجدين عليهم سلمت بالشعار قال إسماعيل قصيدته معبورة قياس ردها مشكورة اهدي مني لمدينة الحضر مراكش عروس القطار شهر جماد تانية منشورة شو تايزيد واو حصورة باش يبقى تاريخ الجيال نظهر فباجد حروف أعبار تاريخ ملبه كمشهورة عروس تنخل مسرورة ضحكة مرات تجيب كل زيار هيرجع ليها بلا تاريخ ملبه
مشوار. نتوقفوا الأخوين الكريمين عند هذا الحد ونضربوا موعد للسادة المستمعين في الأسبوع المقبل مع الحلقة الثالثة والأخيرة من هذه الحلقات اللي كيخصصها برنامج الحومة القديمة للحديث عن طلبت وتدبغت. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، شكر موصول لزميل سيدي محمد منصور اللي كان معكم على مستوى القمطر الفني. هذا أنس الملحوني من وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم، كيحييكم لكم مني كل الحب. إلى اللقاء. الحومة القديمة حومة الرجال والنساء الخيار. الحومة القديمة حومة الناس الشعبيين البرار. هذه حومة اشتهرت بعلمائها، هذه حومة تكلموا عليها الفقهاء ديالها، وهذه حومة دع صيتها بالفنانين اللي برزوا فيها. الحومة القديمة ذكريات وعبر ومعاني مع أنس الملحوم.